أكد الجهاز الوطني للإيرادات استمرار البرامج المكثفة لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة الذي بدأ تنظيمه بداية ديسمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة المضافة الفعلي مع بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيتابع أنشطته ويتم التوسع فيه ليشمل معظم القطاعات الحيوية في المملكة، وذلك للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالقيمة المضافة، بما يكفل تحقيق التطبيق السليم خلال المرحلة الأولية لتدشين القيمة المضافة. وقد قام الجهاز الوطني للإيرادات اليوم بعقد ورشة عمل للدفعة الثالثة من المعنيين في قطاع بيع التجزئة والجملة بهدف تعريفهم بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة والسياسات الخاصة بهذا القطاع وضمان تطبيقها بصورة صحيحة. كما تناولت الورشة آليات تطبيق القيمة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها. وخلال الورشة تم إطلاع 90 ممثلا عن 48 شركة بيع بالتجزئة والجملة على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض، والتي تعتمد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة.